بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد رئيس مجلس نواب الشعب، السيد النائب الأول لمجلس نواب الشعب، السيدة النائبة الثانية لمجلس نواب الشعب، السيدات والسادة نواب الشعب، أريد في البداية أن أتقدم بالتحية إلى مجلسكم الموقر على إعطائي هذه الفرصة للتباحث ولنقاش موضوع هام يهم تونس بصفة عامة. لكن قبل المرور إلى جزئيات الموضوع، حب نغتنم هذه المناسبة للتذكير بأن في يوم 5 جانفي 2015 كلفني السيد رئيس الجمهورية بتكوين حكومة، وجاء التكليف هذا بعد فوز السيد رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية، وكان اللجوء إلى تكليف شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة نتيجة نقاش ونتيجة حوار تم في تلك الفترة حول موضوع التغول ونجاح نداء تونس في الانتخابات التشريعية ونجاحه في الانتخابات الرئاسية، وتكليفه في نفس الوقت بتكوين الحكومة بتعيين شخصية من صلب نداء تونس لتكوين الحكومة أثار بعض الجدل السياسي في تلك المرحلة. وفي هذا الإطار قرر سيادة رئيس الجمهورية تعييني لتكوين هذه الحكومة، وكان ذلك في يوم 5 جانفي 2015. وقمت بهذا الوجه من منطلق أن ما يمكنش منها عدم قبول خدمة الوطن، ولم يكن وراء ذلك إلا هدف وحيد ألا هو خدمة الوطن والتفاني في خدمة الوطن. وبالطبع لمدة شهر كانت هناك منها حوارات، كانت هناك لقاءات، واللقاءات والحوارات التي تمت كانت مع كافة الأحزاب بدون استثناء، كان التشاور مع كافة الأحزاب بدون استثناء، وأفضت هالحوارات والمناقشات إلى تكوين حكومة من 4 أحزاب، وبالطبع منها ممثلين عن 4 أحزاب وكذلك ممثلين مستقلين. وجينا إلى مجلسكم الموقر، وكما ينص عليه الدستور قدمنا إلى مجلسكم الموقر برنامج الحكومة. وهنا نحب نوضح أن في العديد من المناسبات من طرف الأحزاب اللي هي في الحكومة ومن طرف الأحزاب اللي هي خارج الحكومة قول هذه حكومة جاءت بدون برنامج وما عندها حتى أي توجهات أي اختيارات، هذا مش صحيح، ونأكد عليه وقلته عدة مرات ونعاود نقوله المرة هذه من أعلى هذا المنبر. ونذكر
بأهم العناصر اللي جات في برنامج الحكومة، والبعض تنساها أو تغاضاها أو ما عاودش يقرا البيان اللي قدمته الحكومة على أساسه تم الموافقة على الحكومة وأعطاها أغلبية بأكثر من الثلثين. الهدف الأول اللي كان من أهم الأهداف في هذه الحكومة هو مقاومة الإرهاب، ومقاومة الإرهاب موضوع أساسي وموضوع هام وهام جدا. ونتكلموا ساعات ونقولوا هاي هيبة الدولة وهاي 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 كذا وهو كذا، ما ثماش هيبة الدولة كما ثماش ما لها استقلال وحرية وطنية. الإرهاب يهدد في كيان الدولة كان، وكان من واجبنا باش نهتموا بالموضوع هذاك، وهذيك أولوية مطلقة، وهذاك عملت الحكومة هذه في الفترة اللي قضاتها الأخيرة تاع 18 شهر. الموضوع الثاني اللي كان هام وكان منها، وهذا كان من مقترحات الأحزاب اللي كونت الحكومة ولا كانت خارج الحكومة، هي مقاومة غلاء المعيشة. هذه كان طلب من كافة الأحزاب، وكان من اهتمامات الحكومة هذه هي مقاومة غلاء المعيشة. وضغطنا على المؤشر، وهذا الناس تنساه، وبدأوا يتكلموا العباد في التراكل وساعات جهرا يقولوا شيء ما تعمل والدنيا غلات، لكن أرقام واضحة ونرجعوا لها وتفضلوا ونشوفها مع بعضنا. كيف جينا في جانفي في انطلقنا في العمل بتاعنا في فيفري 2015 كان مؤشر سعر وقتها 5.7%، توا مؤشر سعر وبرغم ان في فترة اخرى ارتفع شوية 3.9%. هذا كان هدف الحكومة وقمنا به. ولاحظوه الناس الى جانب بالطبع معناها الضغط على تضخم الاسعار، كان بالطبع معناها هدف توفير السلع وتوفير الامكانيات على السوق، كان من اهم اختيارات الحكومه هذه. وعشنا مع بعضنا رمضانين، وشفتوا في رمضان اللي فاتت معناها كان توفرت كل الامكانيات معناها في الاسواق، وكان معناها تزويد السوق معناها في 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 احسن ما يرام. هذا كان الهدف الثاني اللي بنينا عليه وتحملنا مسؤوليه فيه. الهدف الثالث قلناه في المجلس النواب الشعب وقت اللي قدمنا برنامج الحكومه هو السلم الاجتماعي. ورثنا وضعيه الا فيها توتر اجتماعي كبير على كل المستويات، وكان الهدف هو بناء منها سلم اجتماعي، لأن بدون أمن وبدون سلم اجتماعي لا ثم تنمية، لا ثم استثمار، لا ثم أي شيء من ذلك. المحور الرابع اللي كان من اهتماماتنا ولا قمنا بما يلزم القيام به في شأنه هو المشاريع المعطلة. كيف جينا وقيمنا الوضع وقلناه عدة مرات من أعلى هذا المنبر، قينا أكثر من 10,000 مليون دينار مشاريع معطلة، وكانت أولوية مطلقة، وكانت مشاريع منها ممولة، وكانت الدولة تصرف عليها منها في 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 فوائد وفي دفع منها أتاوى متاع تعهدات، إلا وصلت في بعض المشاريع حتى أكثر من 100 مليون في السنة. وكانت هذه من أولويات الحكومة وقمنا بل يلزم القيام به، وتوا لاحظتوه ولاحظوه كل المواطنين منها في كافة أنحاء البلاد، هناك حظائر منها انطلقت في كافة أنحاء البلاد على مستوى وطني وكذلك على مستوى جهوي. وهذا شفناه في الزيارات المدنية اللي قمنا به، والحكومة هذه ورئيس الحكومة هذا منها زرنا 12 ولاية، قمنا بزيارة مدينة 12 ولاية وشفنا المشاكل الحقيقية في الولايات، الولايات اللي كانت منها ما يدخلوهاش الرؤساء الحكومات ولا يجيوا يطردوا متخنالها، وشفناها وتحاورنا مع أهليها ومواطنيها.
مشينا لسيدي بوزيد، مشينا للقصرين، مشينا لسليانة، مشينا للتطاوين، مشينا للطوزر، مشينا للقبلي، الكل مشينا لهم وزرناهم وشفنا الوضع متاعهم، وحركنا المشاريع هذه اللي كانت تاخذ وكانت اعتمادات هامة موجودة على مستوى الجهات وما هيش مستغلة، معناها لا لفايت الجهة لا لفايت المواطنين الجهة. كان هذا من أهم اهتمامات الحكومة هذه وقمنا به. المحور التالي في اهتمامات وفي برنامج الحكومة هذه اللي قلت يقولوا العديد منكم ما عندهاش برنامج وتايها معناها في 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 الطريق، كان إعداد خطة تنموية للمستقبل، وهذا ما كانش موجود. 5 سنوات ما عملناش، والحكومات اللي جات كانت حكومات وقتية، وحتى حكومة ما قاتل الوقت وما خلوها تعمل مخطط وتعمل منها برنامج لمدة 5 سنوات وتوضح الرؤية على 5 سنوات المقبلة. الحكومة هذه قامت بالواجب هذا، وأعددنا خطة تنموية 2016-2020، وعملنا وثيقة توجيهية، وحاولنا في مناسبة المناسبات باش نناقشها في المجلس، لكن العديد من أعضاء المجلس رفضوا، قالوا احنا عندنا اهتمامات أخرى، تو مهتمين بالوضع الاجتماعي وماذا بينا الموضوع هذا نشوفوه مرة أخرى، وهذا تقال في المجلس هذا. عديناها الخطة هذه، والمخطط إعداده تام منها دام مدة تقارب السنة، وشاركوا فيه كل المتدخلين، كل الفئات، كل الجمعيات، كل المجتمع المدني، وقاع أعداده بالطبع عمل بشري لازم يكون منقوص ويتحسن، أما لكن موجود بين يديكم في رحاب المجلس لمناقشته ولاعتماده للمستقبل، لأن كان كل عام عامين نبدلوا في حكومة معناها ونجيبوا في حكومة جديدة ونعملوا برنامج جديد معناها لحكومة جديدة، نعديوا الوقت كامل وإحنا نحضروا في البرامج، وهذا مشاء ولخرجاء. إحنا الهدف من الحكومة هذه، وأنا قبلت باش نحمل مسؤولية في الحكومة هذه، لأن كانت حكومة مجهولة باش تدوم في الزمن. دوم في الزمن ليش؟ لأن الوضع بتاع بلادنا يحتم الاستمرارية، وكل تبديل عنده انعكاسات سلبية وسلبية جدا على اقتصادنا وعلى سمعتنا في 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 الداخل وفي الخارج. وهك علاش معناها أكدنا وجهزنا رواحنا باش تكون هالمخطط جاهز، وكان الأمل هو قبل العطلة البرلمانية منها يكون المخطط تتناقش منها وتم الاتفاق عليه. كذلك كان من أولويات الحكومة هذه، وقلناها خدام مجلسكم موقر، ألا موضوع هام وموضوع منها يهم تقريب التوانسة الكل ومن اهتماماتهم كل، هو موضوع مقاومة الفساد. مقاومة الفساد كان كي نرجع نقرأ البرنامج بتاع الحكومة اللي قدمته في 5 فبراير 2015، موضوع مقاومة الفساد كان من أهم المواضيع، وإحنا نعرفه أن موضوع الفساد استفحل في بلادنا، وخاصة هو من قبل استفحل وزاد استفحل أكثر وزاد تعمق بعد الثورة. ولذا كان من اهتمامات هالحكومة هذه هي إيلاء موضوع الفساد من اهتمام خاص. وكما تعرفوا في أول تحوير وزاري وقع أحداث منها وزارة خصصناها لموضوع الحوكمة ومقاومة الفساد، تعرفوا كانت موجودة وزارة واتنحات، والوزارة هذه أعطيناها كل صلاحيات باش تقوم بالعمل متاعها في أحسن الظروف. كذلك معناها الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد كانت موجودة وفي سبات عميق، كان فيها رئيس هيئة وكانت كذا موجودة آي موجودة معكم ما تنسوني، وقع تبديل رئاسة الهيئة وقع تنشيطها وقعدت تقوم بعمل هام في موضوع مقاومة الفساد. بالطبع مقاومة الفساد ما هوش مع عملية بيستير منها هذا حاجة
معناها تواجدت من قبل وزادت تغلغلت بعد الثوره ويلزمها معناها حرب ويلزمها معناها كيما محاربه الارهاب عمليه صعبه وصعبه جدا كذلك محاربه الفساد ممكن محاربه الارهاب اسهل من 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 محاربه الفساد لان يعني على الاقل الارهاب نعرفوهم فين الارهابيين ونجموا نتبعوهم واما الفساد تغلغل وتخل معناها في 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 في, 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 في الكيان تاع الوطن الا محاربته راهي ماهيش عمليه سهله وتتطلب طول نفس وتتطلب مثابره وتتطلب منها متابعه العمل هذا وهذا اللي حضرناه وحبينا نعملوه في اطار العمل اللي نقوم به في اطار العمل العادي للحكومه. تقريب ما ندخلش في الجزئيات الاخرى لان عديد من الجزئيات وماهيش باش تعمل منها ايش عمل وش ما تعملش معناها الحكومه هذه هذوما حبيت نقطه نوضحها مره واحده الا يخرجوا الناس تتكلم في الاحزاب الداخل التي في الحكومه وخارج في الحكومه. الحكومه ما عندهاش رؤيه ما عندهاش توجه لا عندها رؤيه وبيننا من الاول ما عمرنا ما قلنا احنا باش نحلوا موضوع التشغيل معناها في 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 سنه او اثنين. موضوع التشغيل مربوط بعده عناصر اخرى مربوط بالأمن مربوط بمقاومة الإرهاب مربوط بالوضع الاجتماعي للبلاد مربوط بطريقة التعامل بطريقة الحوار اللي لازم نتبعها منها لإيجاد حلول لمشكل التشغيل. مشكل التشغيل نعرفوه مشكل هام وأساسي وعنده منها أهمية قصوى والثورة اللي وقعت في بلادنا وقعت من أجل مشكل التشغيل. راهو مش تغيير الحكومات كل عام ولا عامين وعام ونصف مش نحلوا مشكل التشغيل. مشكل التشغيل يلزموا تركيز ويلزموا معناها الاستدامه باش نلقاو حلول للمواضيع اللي هو الموضوع الاساسي والجوهري اللي قاعد تعني في البلاد. وحنا العديد من الانجازات وقعت في القطاع هذا لكن ماهيش كافيه. وبلادنا كما تعرفوا مرت بازمات بهزات اللي صار في القطاع السياحي منها موضوع منها عميق وموضوع هام وكان عنده تأثير إيجابي على التنمية. وأحداث مواطن شغل ما يجي إلا بالتنمية. وأحداث مواطن شغل منها عن طريق الدولة راهو اختيار غير صائب ونقوله ونتحمل مسؤوليتي فيه. يلزم ثم ديناميكية يلزم البلاد تتحرك يلزم تتطور باش نجمو نعملو التنمية وباش نسب التنمية هي اللي تتمكن من إحداث مواطن الشغل. وهذاك هذاك هذاك دورنا وهذاك دور الدولة لازم تقوم به تلقى الإطار المناسب باش يقع الاستثمار وما فماش سلم اجتماعي وما فماش أمن ما فماش استثمار. وهكا علاش الدولة والحكومة ركزت بالأساس على المواضيع اللي نعتبرها مواضيع هامة هامة وهامة جدا. هذا ما حبيت أقوله معناها ك ك ك ك كتوطئة لموضوع جلستنا اليوم. والموضوع الأساسي اللي جينا من أجله ولا طلبت منه واني طلبته من مجلسكم وقر هو معناها عرض ثقة من جديد للحكومة بالنسبة للقيام بالعمل المتاح. قلت انطلقنا وبدات الامور تتسرع وتقريبا عرضنا على مجلس المقر تقريبا اكثر من 150 قانون وقانون ما قوانين تهم تقريبا كل المجالات السياسيه. كما تعرف احنا الحكومه هذه اول حكومه في الجمهوريه الثانيه ومن المهام المواطنه بعودتها وممكن الجايين مش يلقاو نفس الاشكال هي تجسيم ما جاء في الدستور. الدستور متاعنا دستور معناها طلائي دستور معناها فيه خاصة جانب الحريات فيه أشياء هامة وهامة جدا لكن كتابتها فقط مش كافي يلزم نجسها على أرض الواقع. وهذا اللي حاولنا باش نقوموا به وفما مؤسسات يلزم تتركز وعدينا برشا وقت وحتى مجلسكم موقر عد وقت كبير وضيع ساعات في بعض الأحيان وقت في مثلا القانون الخاص بمجلس على القضاء قانون المحكمة الدستورية وقوانين أخرى اللي هي قوانين هامة وهامة جدا. بالطبع هذه إمكانيات وطاقات كانت ممكن تتخصص للأشياء أخرى لكن خصصناها للأمور هذه لأنها أمور أساسية وأمور هامة يلزم نقوم بها. وبالرغم من في البداية
قلناه ونعود نقولوه، ألا نسق الموافقة على بعض المشاريع، طلب منها طلب زمن منها لباس به. لكن تطورت الأمور وأخذنا عدة اجتماعات مع السيد رئيس مجلس النواب الشعب وحسننا، وكم شفتوا النسق منها الأخير متاع المصادقة على مشاريع القوانين تحسن بكثير. وإحنا تو تقريبا عنا يجي 120 قانون منها وقعت منها الموافقة عليه، وهذا يعتبر منها أساسي وهام مهم جدا، وكان عنده انعكاس قوانين الهامة التي تعدات قدم مجلس متاعكم، قانون حول الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، هذا قانون هام كان معطل لعدة مشاريع معطلة الغذاء، قانون الأراضي الاشتراكية اللي قدمناه هنا وناقشناه، وعدة قوانين أخرى منا هامة، وكنا في إطار النسق قاعد يزيد، وكان منها مطروح أمام مجلسكم الموقر قانون الاستثمار، قانون الانتخابات، واللي نعتبرهم القوانين الاثنين هذه هي من ضحايا المبادرة، لأن فما مبادرة هو هذا القانون مش عادي وتو خليته نعديه من بعد خلي تجي الحكومه الجايه، وهذا قانون الانتخابات مثلث تو نوخروا الانتخابات، وراه تاخير الانتخابات راه خطير جدا، والوضع البيئي والوضع الموجود عليه بلدياتنا تو في الوقت الحاضر يتطلب مش تقديم الانتخابات وتقديمها، وكان الهدف نتاع الحكومه هذه باش نعمل انتخابات في سنه 2016 مش وقبلنا وخرناه المارس 2017، وتوا هو فات الأجل نتاع 15 جويليه وما وافقناش على قانون الانتخاب لإشكالية معينة، وإن شاء الله نقولوا منها نعملوه في صيف 2017، وهذا راهو نقولوا من أعلى هذا المنبر راهو منها خطير وخطير جدا على الوضع في البلاد وعلى وضع النظافة في البلاد اللي هو ماهوش مقبول بتاتا. قلنا في الإطار هذا كنا باش نعديو معناها المخطط قبل العطلة البرلمانية وكذا كذا كذا، يعني فوجئت كل صراحة وقولها وقلتها في عدة لقاءات بمبادرة من سيد رئيس الجمهورية لتكوين معناها حكومة معناها وحدة وطنية. احنا في المبدأ وقلت هني هو المبادرة وقعت نهار الخميس واني تكلمت نهار الجمعة، ويوم الجمعة قلت هذه مبادرة طيبة ومنها ورئيس الجمهورية عنده في صلاحياته باش يقوم بالمبادرات هذه، واحنا مطالبين باش نتفاعلوا معها إيجابيا، وبالفعل أنا تفاعلت إيجابيا وكلامي واضح، ثم بعض الناس كلموني منها نهار الخميس في الليل قالوا لي قلت لهم اخي شنو الكلام هذا، معناها هذه مبادره من الرئيس يلزم ندافع عليها ولازم نكونوا معها ولازم ندعمها، وهذا اللي تم وقلتها ومسجله موجود معناها في 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 الاذاعات، هو كان موضوعها مبرمج لقاء ما عادش نسيت اسمها الاذاعه اللي باش نتحاطوا في المخطط، انا يعني وقتها مخطط تحضر وكذا كذا، ولات من المخطط ولات المبادره، قلنا حتى اي شيء اشكال تفضلوا ما فما حتى اشكال، خاصه ولا السيد الرئيس يعرف والناس الكل تعرف الا ما نشدين في المناصب هذه، احنا جينا من واجب وطني اللي هو يلزم نخدموا بلادنا وخدمنا بلادنا ولا عملناه قمنا بالواجب، وقد ما نعملوا في سبيل بلادنا من ديما مقصرين، لان اعطتهولنا بلادنا ما نجموش نرجعوها، قلنا قابلين ما ثم حتى اشكال. ثلاث ايام ولا اربع ايام بعد المبادره والناس الكل فرحانه وقاعدين نحضروا كذا كذا، خرجت اصوات اي وينك لتو ما استقلت، يعني نحبوك تستقيل باش تسهل لنا الامور. السيد الرئيس ما عمره ما قال الكلام هذا، لا قال رئيس الحكومة استقال، لا قال معناها باش نجيبوا حكومة جديدة ورئيس حكومة جديدة، وطلعت الأصوات تتكلم أي وينك السيد تو ما استقلت أنت، أي من فضلك سهل لنا الأمور، وبدأت التدخلات منا وما غادي، أي السيد مازلت ما استقلتش أنت، رحنا حاجتنا بالبلاصة. احنا البلاصه هذه راهو مش تشريف، تكليف،
ووجودي هنا معكم على رئاسة الحكومة هذه تفضل شخص اللي هو رئيس الجمهورية، هو كان السبب في جانين هنا، وكان مش هو كان رئيس الجمهورية ما كنتش نكون هنا يعني. وحتى كان رئيس الجمهورية ما كنتش نكون هنا، ولذا هذا باش نبداو واضحين فيه. أنا جياني للمجلس السبب فيه هو السيد رئيس الجمهورية، واني قبلت باش نقوم بالمهمة هذه لأنه هو موجود كرئيس الجمهورية وتعاملت معه وخدمت معه كوزير الداخلية، ونعرف طريقة العمل نتاعه ونعرف طريقة التفاهم معه. الناس هذا يخرج من غادي ولا يخرج من غادي وكذا كذا، وانت شادد بيديك وساقيك، ما يشد لا بيديه ولا ساقيه. أني جيت القيام بالواجب وقمت بالواجب نتاعي وضميري مرتاح، ما عندي حتى إشكال. كيف وليت معناها ما عادش مبادرة، وليت هذه معناها الهدف هو تبديل رئيس الحكومة. العملية ما عادش دستورية، لأن الدستور واضح في الموضوع هذا. كي تحب تبدل رئيس الحكومة عندك طرق باش تبدله، وأنا ما عندي حتى أي إشكال، حتى أي إشكال. معناها قبل المبادرة يجي يقول يا سيد رئيس الحكومة رانا الوضع كذا كذا، ماذا بينك؟ رحنا عملنا إخراج ممتاز، وراني أني سبقت وقلت راني كذا كذا كذا، ورحنا لقينا الحل. أما هذه نعمل مبادرة من بعد منها نفرض ولا نلزو رئيس الحكومة باش يستقيل، تولي ما عادتش أمور دستورية، ولات أمور منها الهدف هو تنحية رئيس الحكومة. رئيس الحكومة بالنسبة لي ما هو حتى مشكل، وهذا المنصب عمري ما جيت في جرته، ومانيش طالبه ولا طالب هو باش نخدم بلادي ونخدم منها ونقوم بواجب تاعي، لأن نداء الواجب حد من نجم يرفضه ولا يرفضه. كما قلت هاني عدة مرات يتسمى مزرتي، مقامش بواجب، وهذا علاش موجود هناك، ما عندي حتى أي هدف، أي هدف آخر. قلنا ما عادش كي وليت معناها ما عادش الهدف هو المبادرة ولا الهدف هو مغادرة رئيس الجمهورية، ثم طرق أخرى. الدستور واضح في 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 في, في, في الإطار هذا، ثم ثلاثة طرق. ثم الطريقة الأولى هي مجلس نواب الشعب يعمل عهد لهم ويخرج الحكومة، وهذه أمور دستورية 100%، وهذه اللعبة والناس كل تقبلها. كذلك ثم إمكانية ثانية وواضحة في الدستور كذلك، يقول رئيس الجمهورية عنده الحق باش يطلب من مجلس نواب الشعب ولا هو عنده السيادة باش يرفع منها يرفع الثقة على الحكومة، وهذا من 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 صلاحية رئيس الدولة، ينجم يعني في 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 أي وقت. والطريقة الثالثة والأخيرة هي رئيس الحكومة يطلب ويقول أنا منها نحب تصويت جديد على الثقة، ونحب منها نوضح، ونحب منها رئيس مجلس النواب الشعب يقول لي اكزاكتومون شنو بالضبط شنو حاجتنا به. هذا هو الإطار. ولا تعمل ورجوع إليكم اليوم اللي ما زلكم موقر هو في الإطار هذا، ما ثم حتى أي إطار. ناس تقول هاو يمطط، ما حاجة يمطط، أنا ماذا بي رأي تمت نهار 4 جوان، ما نشاني ما نش حاضر، ممكن المبادرة ما كنت حاضر ولزمها وقت، وهك تعرفوا ستة أسابيع باش 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 تم باش تم لها إعداد الوثيقة ولا أمضوا عليها الناس كل ومتفقين عليه، ما ثم حتى إشكال. هذا الناس 9 أحزاب وثلاثة منظمات وطنية اتفقت على توجه، شبينا مش نزيد ضده؟ لا تتفق ومتي على ضلال، ما نجمش يكون أني واحد ضد الحكاية هذه، لا، لكن ثم طريقة وثم أسس وثم تعاطي وثم عمل لازم نقوم ويكونوا متفقين فيه الكل. هذا علاش أني رجعت اليوم لمجلس نواب الشعب، رجعت لأن الهدف الأول متاع المبادرة كان نبيل وكان ممتاز، لكن بعد ناس أخرى، وأني نبري سيادة رئيس الجمهورية من الحكاية كل هذه، نقصت على العذاذة وعندها بونتو بفلان وبونتو بفلان، تحب فلان يمشي وفلان يمشي، تفضل نمشي، ما عندي حتى إشكال، ما يشعر شيء. وأني اليوم جيت رو مش أن نحصل على 109 باش نقعد، جيت باش نبسط الموضوع أمام الشعب، أمام مجلس نواب الشعب، ونعطيه الصبغة الدستورية متاعه، باش تكون منها تجربة، باش تكون تجربة لتونس، وتونس ديما سباقة في الميدان هذا، وهالفرصة هذه اللي عطاها لنا رئيس الجمهورية باش نوريه للعالم كامل اللي احنا بلاد منظمة، وبلاد منها عنا مؤسسات وعنا دستور ونحترموه ونقوموا بالواجب بتاعنا منها في احسن ظروف،
والأشخاص مرة ما عندها حتى قيمة قدام مصلحة الوطن. هذا هو هذا هو طلب اليوم بالنسبة لمجلسكم الموقر. هذه مع عندي بعض الملاحظات كان تسمح سيد الرئيس في خصوص الدستور، لأن الإشكال هذا تحليلي الخاص تقييمي الخاص ممكن متسبب فيه من جزئيا مش كليا ما جاء في الدستور. واني أقول هذه من على المنبر هذا، وقلتها قبل بعض أصدقائي يعرفوني وتحدثنا مع بعضنا وقت عدد الدستور، قلتهم راهو الدستور هذا مشخخ لنا مشاكل، راهو الدستور الوضع متاع بلادنا والعقلية متاعنا وطريقة العمل متاعنا وتاريخنا وتجربتنا، راهو هذا الدستور باش نلقاو عدة مشاكل في تطبيقه. والإشكاليات اللي وقعت، بعض الإشكاليات اللي وقعت وهذه نعتبرها عادية، وقلت هني قداش من مرة معناها في سؤالات يسألوني الناس يقولوا هو كذا كذا علاقتي مع الجمهورية ما فيها حتى أي إشكال، ونتلقاو ومش تلقاو نهار اثنين وكيف تلقينا نهار اثنين اللي فات للاهتمام بالشأن الوطني، هذا كان مسؤوليتنا نقوم بها إلى آخر يوم في المهمة. أنا كرئيس حكومة وسيد رئيس الجمهورية كرئيس الجمهورية نعرف مهامنا، نعرف مناها شنية المهمة اللي السيد رئيس كلفوا بها الشعب، وانتم المهمة اللي كلفتوني بها من القيام بالواجب هذا. بالطبع التعامل خاطر طول الناس تسأل تقول واش تم واش ما ثماش كذا كذا، ما ثم حتى اشكال معناها هيكلي وكما يقولوا معناها يهم الهيكل. ثم بالطبع معناها العمل اليومي، والعمل اليومي فيه اختلافات، شكون ما يختلفش؟ وهذاك القاعده، هذاك الاصل، لانك تناقشوا في مصلحه البلاد تختلفوا، كل عنده 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 عنده, عنده اراء، نختلفوا في الاراء وفي كيفاش يقولك في الاختلاف منها حاجه تفيد الناس، منها دو لا ديفيرونس جاي لا لوميير يقول بالفرنسويه، كيف هذاك. وكنا مع السيد رئيس الجمهوريه ونقولها ونأكدها في المواضيع الهامه اللي تهم صحه البلاد ديما كنا متفقين، وقلتها ونعاود نقولها مره اخرى الا في المواضيع الهامه اللي تهم صحه البلاد العليا كنا متفقين، وما قمت بحتى أي حاجة ضد المصلحة العامة للبلاد أو ضد إرادة رئيس الجمهورية. نختلفوا ونتفقوا ونطبقوا منها الشيء اللي اتفقنا فيه، بس يقولوا هاو كيفاش فهموا كذا، هاو برودة، ما حدا هذا. يعني سيد رئيس الجمهورية منها هو رئيس الجمهورية، منتخبه الشعب احترام كلي، من ثم حتى 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 إشكال فيه. وهاكم شفتوا ما تقرأ الصحافة تحب لباز هذوم وكذا كذا وشنو كذا كذا، نحن هذاك احنا ناس تكوننا في الدولة هذه ونعرفوا مبادئ الدولة ونعرفوا مبادئ منها هيبة الدولة واحترام هيبة الدولة، هذاك أساسي وأساسي جدا وما فماش حياد عليه. كذلك في خصوص الناس تتكلم هاك ضد المبادرة هاو كذا 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 كذا، ما قلتش أني ضد المبادرة، وقلت ولا كلام أقول فيه رأوا كل قلت للسيد رئيس الجمهورية وتحدثنا فيه وتناقشنا فيه، ما عندي من خبر. قلت المبادرة، قلت للسيد رئيس جات في وقت صعيب، احنا توا في وقت صعيب، وذكرت بكري بعض المعطيات الاستمرارية والإعداد للمبادرة، ما نجموش نعمل مبادرة وبعد نقعد نحضروا في البرنامج، كل شيء يزمو حاضر من الأول، واحنا مناها متفقين مع السيد رئيس الجمهوريه ونحضروا كل شيء من الاول وننطلقوا وننفذوا. انا ماذا بيا لو كان منها نهار هو السيد رئيس عمل المبادره نتاعو نهار 2 جوان، ماذا بيا لو كان منها لو كان جوان جات الحكومه الجديده لهناك وافق عليها المجلس وانطلقنا، لان ضيعنا شهرين. وتعرفوا انتم وتعرفوا كيفاش الاداره تخدم وكيفاش كذا كذا، والانعكاس السلبي على مردود الاداره وعايشينه. احكيوا لي بعض الوزراء قبل كانوا في النهار يجيه 5 بارفيرات، طول في النهار يجي بارفير وساعات يجي واحد نهار غير نهار. وقع هذه امور يلزمها تتم
كما نقولوا بالعاميه شق دق، فماش نقعدوا نستناه ونعملوا هذه وحتى يجيو كذا، نحضروا كل شيء نحضروه، فحضرنا ننطلقوا ونجسموا على ارض الواقع، لان هذه مساله مسؤوليه الدوله والبلاد ما تجبش تستنى، واحنا مسؤولين، وكيف تصير حاجه كلنا مسؤولين، كيما مسؤول رئيس الجمهوريه مسؤولين كرئيس حكومه، وكي تصير اي حاجه تو في الوقت الحاضر راني مسؤول، خاطر راني تو قاعد تحمل مسؤوليه رئاسه الجمهوريه. هذا قلت، والناس يقولوا كيفاش نقول هذا، احنا هذا نقولوه من منطلق المسؤوليه، باش نقولوا لا كهو نرجع كما قبل، يقولوا حاجه نقولوا هذاك هو عين الصواب، نتناقشوا ونتحاوروا ونلقاو معناها مخرج ونلقاو حلول ونوصلوا للحلول. موضوع اخر تجبد وكذا، وقالوا هذا اساسه هو خلاف منها رئيس الحكومه مع نداء تونس. احنا ما عندناش خلاف، ودار في بعض المبادره قبلت نداء تونس وقبلت الاحزاب كله وتناقشنا، وكان كان كان نقاش واضح، وكانت منها خطاب منها واضح، ما عندناش خلاف بالطبع. فما هي منها ائتلاف في شي خلافه؟ قولوا لي في العالم كله، هي في 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 المانيا ميركل وش اسمه هذاك ستانماير وش اسمه وزير الخارجيه، كل حد من حزب يسمع ساعه ويتخالف ويقولوا هذه هذا موافق على الهجره ولا مش موافق على الهجره، والاخر يجي يكلمنا يقول لنا كلام، قلنا كلام اخر، هذا موجود في الدنيا كل في العالم كله، ونتخالفوا وتخالفنا مع نداء تونس مثلا، صارت مشكله نتاع مبدا الا كيف واحد يخرج من نداء تونس يلزم يخرجوا من الحكومه، بس موقفي كان واضح، قلت لا، قلت ما نجمش الحكومة تكون مربوطة بعركة بين 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 عضو في بالطبع، ما تجي فترة ويجي تغيير ونبدلوه، وعلاش نبدلوه؟ نبدلوه أما كان يجي اليوم تعارك، طردوا الحزب أن ينطردوا من الحكومة ونعمل برنامج جديد ونجيكم ونقلقكم ونجيكم نعديو نهار ونهارين وإحنا منها في تكوين الحكومة جديدة. قلنا المبدأ صحيح متفقين فيه، أما تجي الفرصة وبالطبع، وهذا صار وعملناه في 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 التغيير الحكومي اللي قمنا به الاخير، قلنا بحساب الا ثم ناس معناها ما عادتش متناغمه واحزابها تمشي على روحها، وهذا ما فيش شيء. كذلك صارت اشكاليه اخرى والدنيا قامت وقعت عليها في تعيين الاطارات. احنا تعيين الاطارات بالطبع ما ثم 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 مقاييس، وقلت هاني وهذا قلته باتفاق مع رئيس الجمهوريه، جينا في اجتماع من الاجتماعات قالوا تو باش نعينوا الاطارات، طيب باش نعملوا راجل دو تروا، انت قد جبت في الانتخابات تاخو بروبورسيونيل، وانت قد جبت تاخو كذا كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا هذا وقت اللي اتفقنا مع السيد رئيس الجمهوريه في تكوين الحكومه ما كانش هذا الاساس، وين رجعت السيد رئيس الحكومه قلت له هاو الاتجاه، قال لي لا مش هذاك التوجه اللي اتفقنا فيه هذاك هو. بالطبع قامت الدنيا وقعدت منها كيفاش 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 منها تعملوا منها تعملوا التوزيع منها مش بالبروبورسيونال، وجربنا راه وفتره منها خليت اني اعطيت المسؤوليه لبعض البعض البعض المسؤولين، وشفنا النتائج نتاعها. توني قالوا لي ثم واحد مناش معتمد في الوحده نتاعو في السيت نتاعو يكتب للرئيس الحكومه ارحل، معتمد اللي يمثل الدوله ارحل، انا راحلين في بيستو هذا. ملاحظة أخيرة حول الوضع الاقتصادي، اللي مات سامحوني اللي مات برشا كلام وقالوا الطبلو الكل أحمر يشهد معناها الطيارة باش تطيح، معناها ما تعرف كيف واحد يبدا في الكوكبيت وتشهد الضوات الأحمر كل معناها الطيارة باش تطيح، لا معناها الطائرة تنجم تعمل الايروبلاناج ونوصلوا ونهبطوا في المطار معناها بوحده. الوضع ماهوش ممتاز وفيه اشكاليات عديده وعده اشكاليات هامه وجوهريه، واللي يقول العكس راهو يكذب، اللي يقول العكس يكذب، لكن نهولوه
ونقول الدنيا معناها مش توقف والدنيا مش صحيح ونقولها ونقولها وقلتها في 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 عدة مناسبات. عندنا مشاكل هيكلية صعيبة ياسر، لكن تونس وديما وفي في تاريخ 3 سنة ديما نلقاو الحلول وديما نوجدوا الحلول وديما نوصلوا للحلول. بالطبع عندك العبقرية التونسية هذيك اللي توصلنا الى الى بر الامان. بالطبع الوضع معناها بالنسبه لكلام ياسر على المديونيه وسمعت قالوا ما قال هو خذوا 20 قرض، ما لكن ياخذوا 20 قرض راهو 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 ايجابي. الناس راهو 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 البنك ما تعطي فلوس كان كان السولفابل كان اللي يعرف يعرف يخلص، ما تعطيش للي يجي وما دام يعطيونا ما دام عنده ثقه فينا. و معناها الوضع صحيح، وبالطبع معناها استثناء وضع معناها استثنائي، وما ثماش تنميه كيما ثماش تنميه معناها المداخيل نتاع 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 الدوله تنقص، وبالطبع معناها اللجوء الى الاقتراض. الاقتراض بيان سور فيه داخلي وخارجي. الحاجه الملاحظه الهامه هي احنا في الفتره هذه الاقتراض الخارجي غلب الاقتراض، وقاعدين هو مع السيد وزير الماليه جاهزين وقاعدين قايمين بالمجهود باش نعدلوا العمليه هذه ويكون معناها ثم التوازن بين الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي. كذلك عندنا مشكل كبير وهذه فرصه باش نتحدثوا فيها من جهه موقر، هو مشكل الاجور. معناها تضخم نسبه الاجور في الناتج الداخلي الخام، وصلنا الى حدود الا يلزم مراجعه عده سياسات، ويلزمنا نعرفوا عندنا ميزانيه 2017 ميزانيه هامه وهامه جدا، ويلزم منها اعدادها بطريقه خصوصيه، لان ثم عده مؤشرات تشعل بالاحمر كما قالوا، مش كلها تشعل بالاحمر، الا يلزم ردوا بالنا في 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 الموضوع هذا. واذا لزم معناها نعدوا ميزانيه، واحنا قاعدين نعدوا، السيد وزير الماليه قاعد يعد في 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 ميزانيه لاخذ بعين الاعتبار العوامل هذه والمعطيات الخصوصيه هذه، ومطالبين باش ناخذها بعين الاعتبار ونصلحوا الامور هذه. كذلك نحب نقول كلمه في قطاع الفوسفات. الناس كل تتكلم على قطاع الفوسفات، انا في قطاع الفوسفات معناها عشت في صلبه، عشت 9 سنين يعني في 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 قفصه وفي في جري، وكنت عايش المشاكل وعشت الازمات نتاع قطاع الفوسفات. وفي في 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 سنوات 84 و85 وقت كانت الدوله تصب في 200 مليار كل عام لقطاع الفوسفات، والاصلاحات اللي تمت في الفتره هذيك باش رجع قطاع الفوسفات. معناها الناس تنسى قطاع الفوسفات كانت الدوله تمول فيه، كانت مول فيه وعدة سنوات، وقعت إصلاحات عميقة في قطاع الفوسفات، ومنجموش نربطه من هيبة الدولة بقطاع الفوسفات. ونعرف التجربة ورات وطريقة التعامل مع قطاع الفوسفات ماهيش طريقة التعامل كيما مع الإرهاب الكرتوش واضرب وقته. وإحنا هالحكومة هذه ومنذ تولينا المسؤولية هذه، ونذكركم على هذه المنبر وقلتها اللي صار عم نقول في جانفي 2016، والعامل البطولي اللي قام به جيشنا الوطني وقام به أمن الوطني لتأمين البلاد في الفترة الصعبة هذيك، هذا مش صدفة. البعض يقولوا هذا مش دخل الحكومة، هذا موضوع يهم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، الحكومة مولاها بالحكاية الأخرى. اما هذه بوزيتيف يلزمها تكون مش تبع الحكومه، تبع 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 الحد اخر. يبان عمل اللي قاموا به وفرصه باش نقدموه تحياتنا، وباش نترحموا على شهدائنا الابرار اللي ضحوا بالغالي والنفيس، وماتت عوان الامن وماتوا جنودنا وما مات حتى مواطن في 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 سنه 2017. وهذا ما هو صدفة كما يقولوا الناس، صدفة هاو كذا ما هو صدفة، هذا عمل وعمل البطولي قام به جيشنا الوطني، قام به قوات أمن 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 الداخلي في سبيل الوطن كما احنا. وإحنا قد ما نعمل قد ما نفهم حتى شيء نظره،
أنهم مضحين برواحهم بالغالي والنفيس لصيانة بلادنا. وهذا هذا هذا بالطبع وما نجموش. وهذا قلت أنا، قلت قدامكم وقلت قدام رئيس الجمهورية، قلت موضوع فوسفات موضوع معقد، موضوع معقد يلزمنا نلقاو الحلول، والحلول ما تجي بالفوسفات كان بالحوار. وهذا هي قناعتي. فمن الناس قالوا نرجعوا قفصة منطقة منطقة عسكرية، منطقة عسكرية العسكر الجيش الجيش الوطني الموجود باش يحمي حمودود نعم كذا كذا، الولي هو 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 يستغل في 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 الفوسفات باش طاير وكذا كذا كذا، وحنا كذا كذا. فكلامي زاد، أنا ضد الفكرة هذه وقلتها وبينت رأيي. لكن مسؤولين ويجب نلقاو الحلول لقطاع القطاع الفوسفات، ويجب برشا ناس تنقص من التجارة بقطاع الفوسفات، ناس تستغل فيه باش تعمل منها برامج سياسية وتوري روحها وكذا 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 وكذا. لا، موضوع صوت موضوع هام، ويجب نلقاو الحلول. ومن الأولويات الحكومة القادمة هي باش تلقى حل لقطاع الفوسفات، واني ما نراش حل قطاع الفوسفات منها يتم بطريق منها جعل ولايه قفصه منها منطقه عسكريه او مناطق اخرى من مناطق الجمهوريه منطقه عسكريه. احنا جمهوريه وتقعد جمهوريه وجمهوريه 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 منها مدنيه، تقعد جمهوريه مدنيه. هذاك اساس نتاعها. كلمه اخيره للقطاع السياحي. قطاع السياحه كذلك وضعه منها صعب، وشوفوا شنو صار والمجهود الاستثنائي اللي قمنا به قطاع السياحة. فرصة باش نحيو السيد وزير السياحة، لأنها معناها نقولوا ما عندهاش ذرة جات معناها في 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 فترة اللي صارت فيها ضربات وصارت فيها منها تأثير، وتقريب من الوزراء الكل معناها من أكثر ما كل وزير تعب، لأن لقات وضعية معناها خارجة عن نطاقها واجهتها على الغالب. لكن الأمور قاعدة تحسن، مش في المستوى اللي نحبوه، لكن قاعدة تحسن بشوية بشوية، وإن شاء الله أو ثم بواشر بشير طيبة قاعدين نحس فيها على مستوى قطاع السياحة، وإن شاء الله تتطور، وإن شاء الله بلادنا من حسن إلى أحسن. هذا ما حبيت نقوله منها في 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 هالكلمة افتتاحية للنقاش الهام. وكما قال سيد رئيس مجلس النواب الشعب، هذه منها أولى ألا يجي حكومة المجلس النواب الشعب وتقول وأنا على يقين التصويت بسيكون ضدي، راه من هذا مانيش ناوي 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 نسجل لكم من هذا أساس. أما لكن عملناه، رجعنا الأمور إلى مستوى المجلس إلى بطريقة دستورية، ولا تعملوه ولا تقرروه أنتم، أني راضي به ما عندي حتى إشكال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر باسمكم السيد رئيس الحكومة على هذا